إذن على بركة الله نبدأ في امتحان استعدادا للفرض الكتابي المحروس رقم 1. إذن أبنائي في الله، نقرأ هذه الوضعية التقويمية قراءة جيدة حتى نفهمها جيدا، ونحاول أن نكتشف ما هي الدروس التي نحاول أن نطبق عليها الأسئلة. إذن نبدأ على بركة الله. زار محمد خالته فاطمة في مدينة مراكش، وذهب مع ابنها سمير للصلاة في مسجد الحي. وبعد خروجهما من المسجد ووصولهما للمنزل، سأل سمير ابن خالته محمد عن رأيه في حذائه الجديد. عبر محمد عن إعجابه بهذا الحذاء وسأله قائلا: من أين حصلت عليه؟ هذا حذاء غالي الثمن. فقال سمير: تعلم يا صديقي أني فقير، ولكي أتباهى أمام أصدقائي قمت بسرقة هذا الحذاء الرائع. قال محمد مستنكرا: نحن نذهب إلى المسجد لأجل الصلاة والتقرب إلى الله، وأنت تذهب إلى المسجد لأجل السرقة. رد سمير قائلا: لكنني فقير ولا أستطيع شراء مثل هذا الحذاء. فقال محمد: فلتعلم يا صديقي أننا نتجمل بالأخلاق الحسنة لا بالألبسة الغالية، والله تعالى أعطانا عقلا يجب أن نتأمل به ونتفكر في ماضينا وحاضرنا ومصيرنا، فلا تغتر يا صديقي بهذا الحذاء الذي تريد أن تتكبر به على الناس. واستمر النقاش بينهما. أحبتي في الله، أطلب منكم طلبا صغيرا وبسيطا إذا تكرمتم به من فضلكم. المرجو منكم أن توقفوا هذا الفيديو للحظات وتعيدوا قراءة هذه الوضعية مرتين أو ثلاث مرات حتى تستوعبوها جيدا، وبعد ذلك ننتقل إلى باقي مراحل هذا الامتحان. إذن إذا قمتم بهذه العملية نكمل على بركة الله. السند الأول، قال الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، سورة النساء الآية 103. السند الثاني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري. إذن من هذه المرحلة أبنائي وبناتي تبتدئ الأسئلة، فالسؤال يقول: اقرأ الوضعية وأسنادها. الوضعية هي التي قرأناها في السابق، وهذه هي الأسناد. قراءة متمعنة وأجب عن الأسئلة الآتية. إذن حدد قضية من القضايا التي تعالجها الوضعية. نعود أبنائي وبناتي إلى الوضعية، وحاولوا في عند اشتغالكم أن تأخذوا قلم رصاص لكي تسطروا تحت القضايا التي اعترضتكم أثناء قراءة الوضعية، والتي ذكرتكم بدروس درستموها سابقا. إذا لاحظتم معي أبنائي وبناتي، زار محمد خالته فاطمة في مدينة مراكش. في بداية هذا المقطع نلاحظ أننا هذا فيه إشارة إلى درس سبق ودرسناه سابقا، وهو حق الغير، حقوق الآباء والأبناء وذوي الرحم، ومن حقوق ذوي الرحم زيارة الأقارب والعائلة. فهذه إشارة على هذا الدرس، فلذلك سطروا تحتها أبنائي. ذهب مع ابنها سمير للصلاة في مسجد الحي. أيضا هذه الفقرة من الدرس أبنائي تذكرنا بدرس الصلاة، أحكامها ومقاصدها. إذن هذه القضية رقم 2. أيضا أبنائي وبناتي، فقال سمير: تعلم يا صديقي أنني فقير، ولكي أتباهى أمام أصدقائي قمت بسرقة هذا الحذاء. وعلى للإشارة فقط، إذا لاحظتم أن هذه الوضعية لا نتكلم من فراغ أو من الخيال، فهي مستوحاة من واقعنا. فكثير من الناس يذهبون للصلاة في المسجد فإذ بهم يتفاجؤون بأحذيتهم سرقت. فهذه الوضعية تطرح إشكالا من الإشكالات الموجودة في واقعنا وللأسف الشديد. طيب، سطروا على كلمة أتباهى أمام الناس. ألم تذكركم أحبتي في الله بشيء أو بدرس سبق ودرسناه؟ لنأتي إلى هذه الفقرة أيضا. فلتعلم يا صديقي أننا نتجمل بالأخلاق الحسنة لا بالألبسة الغالية. أيضا ألم تذكركم بشيء؟ أدع لكم فرصة الجواب، لا أريد أن أعطيكم جواب مباشرة. إذا أحسنتم أبنائي إذا اكتشفتم الجواب. هذه
هذه الفقرة وهذه الفقرة أيضا تذكرنا أبنائي وبناتي الفضليات بدرس التجمل بمحاسن الأخلاق. إذن هذه قضية أخرى تعالجها الوضعية. إذا عدنا أيضا إلى آخر فقرة في الوضعية لما قال محمد لصديقه أو ابن خالته سمير: والله تعالى أعطانا عقلا يجب أن نتأمل به ونتفكر في ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا. أيضا هنا إشارة إلى درس آخر من الدروس، وهو النظر والتفكر سبيل المعرفة الحقة. طبعا النظر والتفكر باستخدام العقل. طيب، بقيت مسألة أخيرة في الأخير، وهي هذا الحذاء الذي تريد أن تتكبر به. مسألة التكبر لها علاقة بالأخلاق الحسنة، هل التكبر من الأخلاق الحسنة أم لا؟ إذا لاحظتم معي في هذه الوضعية أبنائي، هناك أربع قضايا رئيسية. القضية الأولى هي قضية حقوق ذوي الرحم، القضية الثانية قضية الصلاة أحكامها ومقاصدها، القضية الثالثة وهي مسألة التجمل بالأخلاق الحسنة، والقضية الرابعة وهي استخدام العقل في التأمل والتفكر. إذن حدد القضية من القضايا التي تعالجها الوضعية. إذن واحدة من هذه القضايا الأربعة هي التي تعالجها الوضعية. في هذه المرحلة أبنائي وبناتي سأقرأ عليكم الأسئلة كاملة، وأطلب منكم أن توقفوا هذا الفيديو للحظات حتى تتمكنوا من الجواب. هذه مساعدة بسيطة قدمتها لكم في الأول، ولكن من الآن يجب عليكم أنتم أن تقوموا بالإجابة على هذه الأسئلة. إذا نستمر في قراءة الأسئلة ثم نعود فيما بعد إن شاء الله للجواب عليها. السؤال الثاني: اشرح المفردات التي تحتها خط لغة واصطلاحا. إذا عدنا أبنائي وبناتي الأحباب في الوضعية، نجد أن المصطلح الذي وضع عليه خط وهو مصطلح الصلاة. إذن يجب عليكم أبنائي وبناتي أن تقوموا بتعريف الصلاة لغة واصطلاحا. نعود أيضا إلى السؤال الثالث: انطلاقا مما درست، كيف تكتب كلمة الصلاة التي يشملها السند الأول بالرسم المصحفي؟ السند الأول هو هذا أبنائي، قال الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. حاولوا أن تنشطوا أذهانكم لتعرفوا كيف تكتب الصلاة كتابة مصحفية. إذا ننتقل إلى السؤال الرابع: من خلال سياق الوضعية ما رأيك في تصرف سمير معلن جوابك؟ وإذا عدنا أبنائي وبناتي إلى الوضعية المشكلة، سنجد أن سمير أخذ ما ليس له وسرق شيئا كان في ملك الآخر، فما رأيك في هذا السلوك؟ ولكن لا تنسى بني وابنتي معللا جوابك. طيب، لو كنت مكان محمد هل ستكتفي بنصيحة سمير؟ وإذا عدنا أبنائي وبناتي دائما إلى الوضعية، فلنا ارتباط وثيق بها، نجد أن محمد نصح ابن خالته سمير، هل ستفعل مثله فقط أم أنك ستتخذ موقفا آخر؟ فإذا كنت ستتخذ موقفا آخر فالمرجو منك كتابته في هذه الخانة، بارك الله فيك. السؤال رقم 6: في سورة لقمان أوصى لقمان الحكيم ابنه بالصلاة والصبر على المصائب والتواضع مع الناس، اكتب الآيات الدالة على هذا المعنى مع الشكل التام لتقنع سمير برأيك، فتجعل هذا الدليل الشرعي لإقناع سمير. السؤال رقم 7: قال محمد لسمير أن الجمال الحقيقي لا يكون باللباس. إذا عدتم للوضعية المشكلة أبنائي وبناتي، ستجدون أن الجمال الحقيقي لا يكون باللباس، هذا ما أخبر به محمد سمير. بين له مكانة الأخلاق الحسنة في الإسلام. نمر إلى السؤال الموالي: اقرأ السند الثاني جيدا ثم املأ الجدول التالي بهذه المعطيات. السند الثاني يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن علينا ملء هذا الجدول بهذه المعطيات التي قدمت لكم: خروج الريح، قراءة الفاتحة، القهقهة، السجود، الجلوس للتشهد الأول، قراءة الصورة بعد الفاتحة، تكبيرة الإحرام، الأكل، الجهر في الصلاة الجهرية، والسر في الصلاة السرية. إذن حاولوا بهذه المعطيات أن تملأوا هذا الجدول. السؤال رقم 9:
اختار الرسول صلى الله عليه وسلم دار الأرقم لعدة أسباب، حاول أن تذكر سببين من هذه الأسباب التي اختار بسببها رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ابن أبي الأرقم. رقم 10، السؤال ما قبل الأخير، جاء في الوضعية أن محمد قام بصلة رحمه، إذا تمعنتم في السطر الأول فمحمد قام بزيارة خالته، بين له بعض حقوق ذوي الرحم. سبق ودرسنا أن للرحم أو للعائلة حقوقا، حاول أن تعطيه بعض الحقوق. نصح محمد، السؤال الأخير، نصح محمد ابن خالته باستعمال عقله في النظر والتفكر، بين لهما أي لسمير ومحمد بعض آثار النظر والتفكر، والله ولي التوفيق. أحبابي في الله، في هذه المرحلة أطلب منكم أن توقفوا هذا الفيديو وتعيدوا قراءة الوضعية قراءة متمعنة، وتحاولوا أن تجيبوا على هذه الأسئلة في دفاتركم جزاكم الله خيرا، وفيما بعد تنظرون إلى التصحيح وتحاولوا أن تقارنوا التصحيح مع ما كتبتم من أجوبة، باستعمال طبعا سلم التنقيط، فكل سؤال نضع أمامه نقطة مناسبة، فإذا كان جوابك صحيحا ضع لنفسك نقطة كاملة، إذا كان جوابك ناقصا ضع نقطة ناقصة أي نصف النقطة، وإذا كان جوابك بني وابنتي خاطئا فضع نقطة الصفر. والهدف ليس هو الانتقاص من قدركم، بل الهدف هو التدرب على إنجاز امتحان في مادة التربية الإسلامية، وفي نفس الوقت مراجعة للدروس التي سبق وأنجزناها. بارك الله فيكم. إذن أوقفوا هذا الفيديو للحظات ثم نعود إليكم، بارك الله فيكم. أحسنتم أحبابي في الله عملكم، بارك الله فيكم، جيد جدا. إذن سنقوم الآن بتصحيح هذا الفرض الكتابي الذي أنجزتموه. إذا لاحظتم معي، السؤال الأول قلنا سابقا أن هذه أحد القضايا أو هذه القضايا التي تعالجها في الوضعية، وأنتم لكم حرية الاختيار، اكتبوا أحد هذه القضايا الأربعة، يا إما حقوق ذوي الرحم أو الصلاة أحكامها ومقاصدها أو التجمل بأخلاق الحسنة أو النظر والتفكر سبيل المعرفة الحق. سنمر الآن إلى السؤال رقم 2، اشرح مفردات الصلاة لغة واصطلاحا. فالصلاة لغة هي الدعاء، أما اصطلاحا فلا أريد أن ألزمكم بتعريف معين، بل أنتم لكم الحرية الكاملة في أن تكتبوا الجواب، ولكن في حدود ما سنقوله الآن. فسبق وعلمتم أبنائي وبناتي أن الصلاة هي عبارة عن عبادة، هي عبادة مخصوصة ذات قيام، يعني فيها القيام، فيها ركوع، ذات قيام وركوع وجلوس وسجود وقراءة للقرآن وأذعية وأذكار، ولكن لا بد أن تدخلوا هذا المقطع في التعريف وفق ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته. فليس كل واحد منا يصلي بالطريقة التي تناسبه والتي يحب، بل كلنا نصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاوبتم على هذا السؤال امنحوا لأنفسكم نقطتان، بارك الله فيكم. نمر الآن إلى السؤال رقم 3، انطلاقا مما درست بني وابنتي، كيف تكتب الصلاة بالرسم المصحفي؟ سبق وشاهدنا في الدرس أن الصلاة تكتب كتابة عادية بهذا الشكل، ولكن في الرسم المصحفي تكتب على هذا الشكل، أي تقلب الألف واوا، تقلب الألف واوا مع حذف ذلك الألف وبقى ما يدل عليه. إذن الجواب الصحيح هو هذا أبنائي وبناتي، بارك الله فيكم. نمر بعد ذلك إلى السؤال رقم 4، السؤال 4 يقول، من خلال السياق الوضعية ما رأيك في تصرف سمير معلل جوابك؟ كلنا نتفق أبنائي وبناتي أن سرقة الأحذية من المسجد هذا أمر لا نتفق عليه وهو سلوك خاطئ. لماذا؟ التعليل أبنائي لأن هذا السلوك نهى عنه الشرع الكريم، فهو سلوك محرم، لذلك هو سلوك خاطئ. السؤال 5 أبنائي، لو كنت مكان محمد هل ستكتفي بنصيحة سمير؟ إذا عدنا للوضعية المشكلة سنجد أن محمد نصح ابن خالته بعدة نصائح، هل ستقف عند هذا الحد أم ستتجاوز ذلك؟ المطلوب منك بني أن يكون لك موقف من هذا السلوك، فلو تعرضت له يجب عليك أن تتجاوز هذا التصرف إلى تصرف أفضل منه، وهو
أن تنصحه أولا، بعد ذلك أن تقدم له نصيحة بأن يعيد ذلك الحذاء لصاحبه. المسألة الثالثة بني تنصحه بعدم التكرار مثلا، أن تقدم له لو كنت من ذوي المال أن تقدم له مساعدة مالية حتى يشتري حذاء. المهم هناك كثير من الأجوبة يمكن أن تقدمها كمقترحات، فلا تتوقف فقط عند النصيحة، بل تبادر أنت أيضا بأفعال من عندك. فلو كتبت واحدة من هذه الأفعال أو أفعال أخرى ضعها في الجواب ولك نقطة إضافية. بارك الله فيك. إذن ننتقل إلى السؤال رقم 6. تعلمون أبنائي وبناتي أن هذا السؤال خاص بحفظ القرآن. هذا المقطع به سنقوم بنصيحة محمد عفوا سمير بألا يعيد سلوكه، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة لقمان أنه لقمان الحكيم أمر ابنه بالصلاة. قال الله سبحانه وتعالى: يا بني أقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. إذن أبنائي وبناتي، هذا هو المقطع القرآني الذي عليكم أن تكتبوه في هذا في هذه الفقرة، وركزوا على ثلاث مسائل لكي نعالج الوضعية المشكلة. إذن هناك أمر بالصلاة، فمحمد وسمير ذهب إلى المسجد للصلاة، هذا أمر إيجابي. فيه أمر ب الصبر على المصائب، فإذا اعتبر سمير نفسه فقيرا وهذه مصيبة قد أصابت فيجب أن يصبر على ما أصابه من خير الدنيا أو شره. وعليه أيضا ألا يتكبر على الناس، لأن غرضه من سرقة الحذاء هو أن يتباهى أمام أصحابه وأصدقائه. إذن المرجو منكم كتابة هذا المقطع من حفظكم أبنائي وبناتي حتى نبين لسمير أو نقنعه برأيه. نمر إلى السؤال السابع. قال محمد السمير أن الجمال الحقيقي لا يكون باللباس، بين له مكانة الأخلاق الحسنة في الإسلام. صحيح أبنائي، بعضنا تجده يهتم بمظهره الخارجي فيتجمل، وتجده يأخذ وقتا كبيرا أمام المرآة حتى يبدو في مظهر أنيق وجميل أمام الناس. هذا أمر مطلوب لا حرج فيه، بشرط ألا يكون الغرض منه التكبر. وكما نهتم أبنائي وبناتي بمظهرنا الخارجي، علينا أن نهتم أي اهتمام بمظهرنا الداخلي. فالمظهر الخارجي لا شك زائل، لا محالة زائل، ولكن لا بد لنا أيضا من أن نهتم بمظهرنا الباطني، فنصلح بذلك أنفسنا ونصلح أخلاقنا حتى يكتمل جمال الظاهر مع جمال الباطن. إذن بين له مكانة الأخلاق الحسنة في الإسلام. طبعا الأخلاق الحسنة لها مكانة عظيمة في الإسلام، والدليل على هذا الكلام هو قول النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا شيء، معنى الحديث: لا شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق، لا شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. وهذا الحديث ستجدونه في سنن أبي داود، وهو عندكم في الكتاب المدرسي. إذن نمر إلى السؤال الموالي. يجب أن نضع هذه المعطيات في هذا الجدول. إذن خروج الريح لا شك أنه من مبطلات الصلاة. قراءة الفاتحة هو فرض من فرائض الصلاة، إذا إنسان لم يقرأ الفاتحة بطلت الصلاة. السجود كذلك هو فرض من فرائض الصلاة. الجلوس للتشهد الأول هذا من سنن الصلاة أحبتي في الله. قراءة سورة بعد الفاتحة هل هو من الفرائض أم من السنن؟ أجل أبنائي بارك الله فيكم، هو من سنن الصلاة. تكبيرة الإحرام إذا لم يقم بها الإنسان بطلت صلاته، إذن فهو من فرائض الصلاة. الأكل أو الشرب أثناء الصلاة هذا طبعا من مبطلات الصلاة. الجهر في الصلاة الجهرية والسر في الصلاة السرية طبعا هذا من سنن الصلاة. إذن ننتقل أبنائي وبناتي إلى السؤال الموالي. اختار الرسول صلى الله عليه وسلم دار الأرقام لعدة أسباب، المرجو منك أن تبين سببين من هذه الأسباب. فالأسباب كثيرة جدا، نقتصر فقط على سببين منها. أول شيء لأن الأرقم بن أبي الأرقم كان من بني مخزوم، وقد كان
كانت بنو مخزوم في منافسة شديدة مع بنو هاشم، وبنو هاشم هي قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو فضل أن يذهب إلى دار خصومه حتى يبعد عنه الشكوك. هذا السبب الأول. السبب الثاني أن دار الأرقم كانت بعيدة عن أعين المشركين، فكانت بقرب جبل الصفا في الحرم المكي. هذا من الأسباب. أما هناك أسباب كثيرة يمكن أن تعودوا لها في دفاتركم وكتبكم. إذا ننتقل إلى السؤال العاشر. جاء في الوضعية أن محمد قام بصلة رحمه، وإذا عدتم إلى الوضعية أبنائي وبناتي فأول سطر جاءت فيه هذه المعلومة: بين له بعض حقوق ذوي الرحم. ذوي الرحم هم عائلتنا أبنائي من أعمام وأخوال وأبنائهم وغير ذلك، فحقوقهم كثيرة علينا، سنذكر بعضها واختاروا ما شئتم منها كجواب على هذا السؤال. من حقوقهم زيارتهم وتفقد أحوالهم بين الفينة والأخرى. من حقوقهم كذلك الإحسان إليهم إن كنت أنت ذا استطاعة وكانوا هم فقراء فتكرمهم بين الفينة والأخرى. أيضا حفظ أسرارهم، النصح لهم إن وجدتهم قد ارتكبوا شيئا خاطئا كما جاء في الوضعية، فمحمد نصح ابن خالته، وهكذا. إذن الحقوق كثيرة جدا، نقتصر على بعض منها. ننتقل إلى آخر سؤال. نصح محمد ابن خالته باستعمال عقله في النظر والتفكر، بين له بعض آثار النظر والتفكر. إذا استخدمنا أبنائي وبناتي عقولنا في التأمل في مخلوقات الله تعالى وفي النظر والتفكر، فلا بد أن نصل إلى حقيقة كبرى، وهي معرفة وجود الله سبحانه وتعالى. إذن أول أثر من الآثار هو هذا، معرفة وجود الله سبحانه وتعالى. من الآثار الأخرى هي التقرب من الله سبحانه وتعالى. نجد أيضا من الآثار ترسيخ الإيمان في قلب المؤمن، وقس على ذلك من الآثار. إذن إلى هذا الحد أشكر لكم حسن انتباهكم ومتابعتكم لهذه الحصة. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذا الوباء، وأشكركم جزيل الشكر، بارك الله فيكم، إلى أن نلتقي في حصة أخرى من حصص مادة التربية الإسلامية، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم أبنائي.